مسقعة البطاطا على الطريقة الحلبية الأصلية على طريقة أمي الله يرحمها. عندي هون 2 كيلو بطاطا، بتقشروها بتقطعوها قطع هيك كبيرة شوي مشان ما تدوب بالطبخ، يعني ما تقطعوها قطع كتير ناعمة. 1 كيلو بندورة بتقشروها بهالطريقة هاي من دون قشور، وبنفرمها فرم ناعم. إذا بدكم خلطوها بالخلاط، إذا ما في كمان ممكن تستخدموا روب البندورة. هلا أنا بدي أستخدم 1 كيلو بندورة فريش، بتطلع طعمتها لذيذة كتير بالبندورة الخضراء. ومعلقتين معجون الطماطم، بنحتاج لهم 1/2 كيلو لحمة ناعمة، بصلتين كبار، معلقتين سمنة بقرية، وبهارات بنستخدم 1/2 معلقة فلفل أسود، 1/7 بهارات، ومعلقتين ملح حسب الرغبة. وهداك الباذنجان مالنا شغل فيه، هداك لا تبل الباذنجان. خلينا نشوف طريقة التحضير سوا. معلقتين سمنة، نقلب البصلة أول شي. هلأ صار وقت نضيف اللحمة. اللحمة بدنا نضيف لها 1/2 معلقة صغيرة 7 بهارات، شوية ملح، وربع معلقة فلفل أسود. هلا بدي أرجع رش 7 بهارات وشوية فلفل أسود وملح. هلا اللحمة استوت، بدي أضيف البندورة الخضراء. حركها شوي تحريكة، نرجع نرش بهار حلبي أو 7 بهارات. شغلتنا سهلة وسريعة، هي أسرع طبخة ممكن تعملوها. نضيف 2 معلقة روب طماطم، نقلبهم شوي مع بعضهم، وبعدين نضيف لهم المي والبطاطا، وهي هي كل الشغلة. هلا بنضيف لها شوية مي، بنحركها شوي، بنغطيها مشان تستوى البندورة، تصير مثل تتسبك يعني، مشان تستوى البندورة بتتعقل شوي، ترتخى تتهبل، وبعدين بنضيف عليها البطاطا والمي ونكمل الطبخ. هلا بعد ما مضى تقريبا 1/4 ساعة، اوه البندورة تهبلت تقريبا، نضجت لاني بدون قشرة، انا بدي اياها تكون هيك كتل مع مسقعات البطاطا تطلع طيبة. هلا صار وقت ضيف البطاطا. بدي اقلبها شوي. الله، الرائحة والمنظر جميل جدا. هلا ضل علينا نضيف له مي، نغمرها بالمي ونرجع نغطيها. نرجع نغطيها وبعدين بنشق عليها شي 1/2 ساعة تانية، نشوفها استوت، ونضيف لها ما تبقى اذا بتحتاج بهارات او بتحتاج ملح او بتحتاج روب معجون طماطم اضافي. بنغطيها شي 1/2 ساعة وتكون جاهزة باذن الله. هلا بعد ما مضى تقريبا 45 دقيقة، بهالفترة كل 1/4 ساعة حركتها شوي، حركوها. هلا صارت استويت على التمام مظبوط، ومع ذلك انتو لازم تجربوا تدوقوا قطعة تشوفوا استويت ولا لا. خلاص استويت تمام، صارت ممتازة. حتى شوفوا منكبروا القطع، بتحافظ كل قطعة على قطعتها ما تنهمس. اذا كانت البطاطا صغيرة ناعمة كتير بتنمعس معكم. هلا هيك نظامية صارت جاهزة، نصبها ونستمتع بأكلها. وصحتين وهنا على قلبي وقلكم. إذا عجبكم المقطع لا تنسوا تدعموني
بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة إذا ما كنتم مشتركين. إلى اللقاء.